اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي نجمان كبيران نجوم مصر النادي الاهلي، كابتن مصر النادي الاهلي كابتن كبير كابتن حمدي مرادي. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك ونور الدنيا. ربنا يخليك، ده نورك طبعا، وده يعني اسعد واحد في الدنيا. في خلال 48 ساعه كنت موجود هنا مرتين في النادي. اكيد ده تنور وبيتك في اي وقت. ربنا يخليك. ايضا كابتن كبير نجم مصر النادي الاهلي كابتن عمرو انور، منور الدنيا كابتن. نورك يا ميد. وحشك. واحتفال بقى في المكسب. يعني في البدايه ببارك لكم طبعا على ماتش امبارح. كان ماتش حلو وكاس في وقته، وماتش شدنا كلنا. يعني الاهلي طبعا فريق كبير، يعني الاهلي فريق يعني مش هنتكلم عنه كتير، لكن المصري كان ند قوي للنادي الاهلي. عمل مباراه ممتعه، قدروا ان هم يطلعوا بمباراه حلوه قوي في كل حاجه بصراحه. شفت المباراه ازاي واتفرجت عليها فين الاول؟ اول شيء طبعا اتفرجت على المباراه في البيت، في لوحدي لوحدي طبعا. الكلمة الثانية، أنا أول شيء ببارك لجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي على الفوز الثمين. وكلمة دايما يعني إيه جت في بالي كده، ما أحلى الثواني الأخيرة للنادي الأهلي. حلو. مكسبها بيبقى ليه طعم طبعا. أكيد. المباراة طبعا اتفرجت عليها زي يعني بتركيز شديد شوية، لأن طبعا في خلال الموسم كله فرقة النادي المصري بتقدم كرة جميلة جدا، كرة هجومية، لعب مفتوح. وكنت ده اللي أنا متوقعه في بداية المباراة، إن ألاقي لعب مفتوح. فوجئت بحاجة تانية خالص. في تحفظ، في رقابة لصيقة من جانب النادي المصري، زائد النادي الأهلي غير طريقته وطبيعته، ما بقاش في الضغط الأمامي. عامل حساب كويس للعيبه النادي المصري واداء النادي المصري، فيمكن المباراه بقت مكلكعه شويه ودمها تقيل شويه. انها اتحصلت طبعا في نص الملعب، كور مقطوعه وضغط متواصل، مان تو مان، فما كانش فيها متعه الشوط الاولاني. انما الشوط الثاني طبعا ابتدى كل ما بيعدي الوقت الدنيا اتغيرت شويه. في التحفظات، في بذل المجهود، الحين نادي المصري جاب الجول بتاعه، تغيرت الاحوال. يمكن بعد الجول نادي المصري احرز الهدف بتاعه، لمده دقيقه بقى عنده استحواذ كبير جدا. بالظبط. كل لما الدقائق بتعدي اصرار لعيبه النادي الاهلي على احراز الهدف بتزيد اكتر. مجرد اللي جول التعادل جه، اول ما جه الجول انا قلت احنا كسبنا خلاص. لان ما اشبه 2017 ب 84 بالظبط. المباراه طبعا الشهيره طبعا كابتن عمرو، كان طبعا كابتن علاء ميهوب كان بطل القصه. اعتقد احنا كان معانا هنا. يعني المباراه فعلا كانت مباراه مميزه قوي، مباراه يعني النادي الاهلي دايما بيسيب اللحظات الاخيره دي، المفاجات بيعملها الجمهور، ويعني حاجه ولا اروع من كده. لا هو مش بيسيب المباراه للحظات الاخيره، هو النادي الاهلي بيلعب للحظات الاخيره وللثواني الاخيره، وهي دي الحاجة اللي احنا اتعلمناها في النادي من واحنا حتى صغيرين، سواء كنا بنلعب في الناشئين او لما صعدنا الفريق الاول، ان انت عندك دايما الدافع بتاع المكسب لاخر دقيقة، مهما كانت النتيجة ومهما كان انت متقدم ولا متأخر ولا ظروف المباراة ايه او شكل المباراة ايه. امبارح لما تشوف الفرحة بتاعت هدف التعادل وهدف الفوز، تقول ان ده فريق بقاله يعني فترة طويلة جدا. دي المباراة اللي هي بتاعت 84 اللي كابتن حمدي كان بيتكلم عليها. بالظبط. يعني نفس السيناريو يعني، بس ما كانش فيه يعني هو الفرق بس ان دي التعادل حصل في او الاهداف جت في الشوط الثاني في المباراة، وامبارح الاهداف جت في الاكسترا تايم. فانا بقول ان انت لما تشوف الفرحة بتاعت اللعيبة امبارح وبتاعت الجمهور، ما تقولش ان ده نادي واخد 35 كاس قبل كده، وان واخد 36 دوري، واخد مش ما تقول ان ده نادي ما خدش بطولات قبل كده. بالزبط. من الفرحه. بالظبط. وده اللي لازم يوصل للناس، ان انت ما فيش لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الجهاز الفني الاداره ما عندكش الحته اللي هي بتاعه التشبع بتاعه البطولات، ان انا كسبان فمش فارق معايا اكسب، او مش فارق معايا تضيع مني بطوله، مش ده مش موجود. امبارح وقبل كده كتير احنا خلاص، انا بيتهيالي ان النادي الاهلي يعني اكتر فريق في العالم قدر انه يحسم مباريات في الدقائق الاخيره وفي الثواني الاخيره، دقائق الاثاره. بالظبط. فيعني فدي حاجه
الناس لازم تتعلم منها ولازم تستفاد منها. الناشئ الصغير اللي طالع لازم يعرف ايه قيمه الفانيلا بتاعت النادي الاهلي وايه روح الفانيلا بتاعت النادي الاهلي شخصيا بالظبط، وايه ان انت بتلعب ان شاء الله بتلعب مباراه وديه، دي بالنسبه لك بتبقى مباراه بطوله. مفيش حاجه اسمها ان انا بلعب في بطوله علشان اكون متواجد او ان انا ادي واجب او الكلام ده مش موجود. ده مع يعني مع مرور الوقت وعلى مدار التاريخ كل يوم النادي الاهلي بجميع اجياله بيثبت للناس ان لا احنا نادي بطولات، نادي بيحترم نفسه بيحترم جماهيره بيحترم الخصوم، ما بيلعبش في اي بطوله عشان يبقى متواجد لا بيلعب علشان انا بلعب عشان اكسب. امبارح احنا النادي الاهلي بقى بطل الموسم، دوري كاس ثنائيه، بتتكلم ان شاء الله داخل على سوبر. على بطوله سوبر. افريقيا داخل على سوبر محلي. كل ما بيبقى فيه مكسب كل ما بيديك ثقه اكتر، كل ما بيديك دافع اكتر للفوز، كل ما بيخلي الفريق اللي قدامك عامل حسابك اكتر واكتر من اي حاله طبيعيه لما بتلعب فريق كسبان غير لما بتلعب فريق خسران. اكيد يا كابتن، قلت حاجه مهمه قوي يعني الحمد لله ان اللعيبه ما بيحصلهاش تشبع. لا لا مفيش حاجه اسمها تشبع داخل النادي الاهلي. لا لا ده باين في الفرحه. يعني انا ممكن ابقى عايز اكسب، بس لما بكسب ببقى انا بالنسبه لي عادي. لا امبارح الفرحه اللي احنا شفناها دي مش فرحه عاديه، مش فرحه ناس واخده 35 كاس قبل كده. يعني اكيد بس اكيد يعني الفرحه مختلفه كابتن حمدي علشان الموضوع اللي بيتكلم فيه كابتن عمرو، ولا علشان حلاوه الفوز بعد الهدف اللي داخل فيك وفي اخر الثواني ومعظم الناس قالت خلاص الاهلي؟ يعني نفس السيناريو بالظبط بتاع 84، نفس السيناريو، الفرحه بتبقى مختلفه كده، ولا هو فعلا موضوع ان انا مفيش تشبع عندي انا عايز اكسب اي بطوله؟ هو طبعا الكابتن عمرو قال حته كلمه التشبع دي، هي دي فعلا حقيقه. احنا تعودنا في النادي الاهلي في جميع المجالات في جميع البطولات مفيش حاجه انا خدت بطوله خلاص وارتكن عليها ومش مهم البطوله دي اشوف اللي جاي. لا انا بلعب اي بطوله بادي فيها بقى الـ 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 الهدف بتاعي ان انا احصل على البطوله. فحته التشبع دي مش موجوده يعني في الدرجه الاولى في الناشئين، مراحل الناشئين مش موجوده. طب ناخد بطل من ابطال 84 يعني وحاجه جميله ورمز جميل من رموز النادي الاهلي بصراحه، كابتن خالد جدال النجم الكبير، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا ميدو، ازيك؟ ربنا يخليك يا رب، كله تمام الحمد لله. الف الف مبروك عليك. الله يبارك فيك والف مبروك عليك وعلى كل جماهير النادي الاهلي. بطوله جديده بتضاف لمخزن بطولات النادي الاهلي، اداء مشرف، عرض جميل، نتيجه رائعه، فالف مبروك عليك يا عبد الحميد وعلى كل الاهلاويه. معايا كابتن حمدي ورادي، معايا كابتن عمرو انور بيسلموا عليه. سلم لي عليهم جدا. ازيك يا كابتن خالد؟ اهلا يا حمدي، ازيك؟ بفكرك بالجول بتاع 84 جول في الثانية الأخيرة اللي اتلعبت مني ليك لعلاء للجول. أقول لك أنت في التوقيت فاكر فاكر الأوفر كان عامل إزاي؟ يعني أنت لعبت الأوفر؟ أنا فاكر أنا بجري مكمل على أساس الكرة هتبقى طويلة تخش جوه ال 18 عشان لو ارتدت ولا حاجة أنا هاخدها، فببص لقيت الكرة جاية لي وجاية زي الصاروخ يعني نازلة عليا، عارف الكور مش اوفر، هي نازلة عليا جامد، بس الحمد لله وقفتها كويس قوي، لعبت صاروخ حلو قوي لعلاء جاب بيه جول التعادل وقدرنا ان احنا نكسب الكاس. برضو على فكرة ظروف مشابهة لماتش امبارح بالظبط، يعني بالظبط، وده اللي دايما بيأكد ان روح النادي الاهلي وعزيمة لعيبته على مدار الاجيال هي واحدة بالظبط، روح النادي الاهلي واحدة اللي بتتزرع في اللعيبة، إرادة لعيبة النادي الأهلي واحدة اللي بتتزرع في اللعيبة على مر الأجيال، وعشان كده احنا دايما بنقول ربنا سبحانه وتعالى بيدي التوفيق دايما للي بيتعب واللي بيبقى عنده إصرار على الفوز واللي اتعود ان هو يكسب واللي بيبقى عنده إرادة واللي بيبقى عنده انتماء للنادي بتاعه. فظروف متشابهة للمباراتين، ولكن الفرحة دايما لعيبة النادي الأهلي الحمد لله بتديها لجماهير النادي الأهلي. أكيد يا كابتن خالد، كنت اتشرفت طبعا، أنا التقيت مع حضرتك من خلال التليفون يعني قبل المباراة، وأذكر حضرتك بكلمات قلت لحضرتك إن أنتوا بتدوا دروس للأجيال اللي هي موجودة دلوقتي والأجيال اللي تلت حضرتك بالظبط، يعني في إن أنا أستغل آخر ثواني، مفيش حاجة اسمها إن أنا خلاص الماتش راح. لو حضرتك تتذكر هذه المكالمة، وفعلا حصل امبارح نفس السيناريو بتاع 84 تحديدا.
والله فعلا يا ميدو اتكلمنا في التليفون وقلنا الكلام دون، ولعبت النادي الاهلي الجيل الرائع، الجيل الرائع انا بسميه الجيل الحالي ده جيل رائع زي الاجيال اللي قبل كده، انتماء كبير جدا للنادي، ولاء للنادي وجماهير النادي، واصرار على الفوز، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيوفق. وعايز اقول لك يا عبد الحميد، احنا قطاع الناشئين يعني بدءا من الدكتور عمرو ابو المجد وبدءا مني، المباريات دي والنتائج دي بتدينا دروس بننقلها للعيبه الصغيرين أكيد. على اساس نزرع فيهم برضو روح الولاء والانتماء للنادي والاصرار على المكسب، وان دايما اي لعيب كوره بيبذل اقصى ما عنده خلال ال 90 دقيقه ممكن ربنا يوفقه في اخر دقيقه او اخر ثانيه أكيد. زي ما احنا شفنا في الماتش بتاع امبارح. اكيد. كنت متوقع سيناريو المباراه كده كابتن خالد، ولا كنت شايف المباراه تمشي ازاي؟ والله انا لا يعني انا المباراه لما وصلت للمراحل الاخيره انا توقعت وكنت متفائل ان احنا هنكسب، لان انا عارف روح ومعدن لعيبه النادي الاهلي، المعدن الاصيل. انا بكلمك في نقطه عبد الحميد، مثلا عمرو جمال، عمرو جمال هيعار لنادي بيتفست جنوب افريقيا بالظبط، ويمكن مباراه ممكن تكون الاخيره، ومش بادي الماتش قاعد على دكه البدلاء. وبعدين طبعا الكابتن حسام بتغيير موفق كبير جدا من الكابتن حسام البدري، ينزل عمرو اللي هو هيروح سنه خارج النادي الاهلي، واللي هو كان قاعد على دكه البدلاء كلاعب بديل، وينزل يجيب لك جون التعادل. اللقطه دي لازم نقف عندها، بمعنى ايه؟ ان دايما لعيبه النادي الاهلي فيها اصاله ومعدنها فيه يعني عارف زي الذهب، لعيبه كلهم زي الذهب من جوه زي الفل، دايما حاطين قدامهم روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي وانتمائهم للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، عشان كده زي ما بقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيوفق. فده درس كبير جدا مستفاد، ان عمرو جمال قاعد كلاعب بديل، وهو طبعا من النجوم الكبار جدا، ولكن مش ان هو قاعد بره كلاعب بديل نفسيته بقت وحشه او ما بقاش بيلعب من غير نفس، او زي ما احنا يعني بنشوف في العديد من اللعيبه والعديد من الانديه. لا، نازل عنده اصرار ان هو يكسب فرقته، وهو ده جاب جون التعادل. وبعدين بقى احمد فتحي طبعا الهدف الثاني حاجه جميله، احمد كل ماتش عن الثاني، وبالذات في اللحظات اللي انت بتبقى محتاج فيها النجوم الكبار دول بتلاقيهم، فاحمد قدر برضه يحرز هدف ثاني جميل جدا بمنتهى الروعه بمنتهى المهاره، ازاي برضه لعب الكره تشيب من فوق حارس مرمى المصري في الوقت بدل الضايع. فدايما انا بقول ايه، ميزه لعيبه النادي الاهلي ايه اللي بيفرق عنهم عن اي لعيبه تانيين؟ تمام. في اللحظات الصعبه عبد الحميد بتلاقيهم، اكيد يا كابتن، النجوم بتلاقيهم، مش بتيجي في الماتشات الجامده اللي انت عايز النجوم بتاعتك يبقوا شكلهم كويس مستواهم كويس ما تلاقيهمش، لا، في كل اللحظات الصعبه بتلاقي لعيبه النادي الاهلي على مدار العصور المختلفه بنفس الروح وبنفس الاراده وبنفس الانتماء والحب للنادي. كابتن خالد، يعني حضرتك اتكلمت في موضوع مهم جدا، موضوع عمرو جمال. يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال برضو، حضرتك دلوقتي يعني بتشرف بقطاع الناشئين في النادي الاهلي، واكيد لازم نتعلم من عمرو جمال موقف عمرو جمال، لازم نتعلم او نعلم الناشئين هذا الموقف وازاي استفدنا منه بالسلب والايجاب. هل عمرو جمال في اتخاذ قرار الرحيل عن النادي الاهلي كان موقف سلبي، اختار الاسهل ان هو يمشي عشان يثبت نفسه في مكان تاني، ولا كان من الاقدر بيه ان هو يقعد وياكل في النجيله عشان يبين للجهاز الفني ان هو رقم واحد؟ لا، هو بص يعني في برضه في عصور الاحتراف اللي احنا بنعيشها دلوقتي المفاهيم اختلفت شويه، بمعنى ايه؟ اللاعب حسب رغبته وحسب تفكيره وحسب ما هو شايف ما هو هيقدم عليه. لا، ايه الموقف، ايه الموقف الاحسن يا كابتن خالد؟ انا بتكلم في الموقف الاحسن. الموقف الاحسن بالنسبه لعمرو من وجهه نظري، من وجهه نظري انا، لا، ان هو طبعا كان يستمر. يعني كان يستمر مع النادي، لان عمرو من اللعيبه مش اي لعيب، لا، عمرو من اللعيبه المؤثره جدا وليه ثقل كبير جدا، يمكن في الفترات السابقه حصلت له يعني عدم الاشتراك بصفه مستمره والاعاد. وخد بالك لما اللعيب لما بيبقى بيوصل للنجوميه، لما بيقعد برضو القعده ما بتبقاش مناسبه ليه، او هو ما بيبقاش داخليا مقتنع بيها، بيكون عايز يلعب باستمرار. وبرضو ضروره الاستمرار في اللعب في الوقت الحالي دي مهمه جدا. لعيب الكوره دلوقتي في الجيل دون اللي بيبعد وما بيشتركش في المباريات، لا، بمستوى بينزل بشكل كبير. اكيد هو عمرو فكر من ناحيه ان هو عايز يعني يلعب بصفه مستمره. الحته دي ما لقاهاش في النادي الاهلي،
لاي سبب من الظروف احنا برضو الداخليات ما نعرفهاش، لما ما لقاش دي فضل ان هو يروح حته ثانيه يلعب. وانا برضو اعتقد ان هو بعد السنه دي ما هيرجع لبيته النادي الاهلي أكيد. وممكن يرجع بشكل ثاني احسن، بنفسيه جديده، بدوافع وطموحات جديده تحطه برضو على الطريق المظبوط. يعني كابتن خالد بيضل النجم الكبير دايما بنسعد بيك وان شاء الله تنورنا قريب. شكرا جدا لحضرتك على كلامك، شكرا جدا. يعني موقف عمرو جمال فعلا، يعني اعتقد ان اللي شاركنا كابتن عمرو اعتقد ان الهدف ده لو كان جه قبل قراره ان هو يعني يروح بيدفست كان الموضوع اتغير. اتفضل. انا يعني ما اعتقدش ان الامر دوت كان هيغير قرار عمرو او حاجه يعني. اولا يعني انا شايف ان عمرو قراره ان هو يحترف، وطبعا احنا بنقول الاحترف ده في جنوب افريقيا، هي عايزه خد تجربه جديده خارج الدوري المصري، ممكن يكون عن طريقها يبقى في احتراف اعلى واكبر، هو كده كده ومنتمي للنادي الاهلي. انما هي ملهاش علاقه ابدا يعني، ما اعتقدش يعني ان ليها علاقه ان هو بيلعب او ما بيلعبش، لان عمرو لعيب مهم جدا في الفرقه، لعيب مميز، ليه اسمه وليه أهدافه المؤثرة. فما أعتقدش يعني إن الأمر فيه شيء يعني يختلف مع عمرو كان قبل الجول دوت أو بعد الجول دوت. رأيك كابتن عمرو؟ لا أنا شايف إن هو الفترة اللي هو اتصاب فيها هي دي عطلته شوية. هو أنا وجهة نظري طبعا أنا ما أعرفش إيه اللي حاصل في الجو، هو عايز يلعب، بس هي دي النقطة بالظبط. فأنا وجهة نظري إن هو حاسس انه المكان بالنسبه له فيه زحمه، في لعيبه. السؤال سالته للكابتن خالد، يعني هو انت كلاعب في الملعب كلاعب في الفرقه بتحس ان المدير الفني انت ترتيبك رقم كام في مركزك، ان كان في التدريب، ان كان في المباريات الوديه، ان كان في المباريات الرسميه. فانت النهارده لما هتحس ان انت ممكن في الوقت او في طريقه اللعب اللي دلوقتي النادي الاهلي بيلعب بيها، ان انت في مهاجم واحد صريح بيلعب وفي ثلاث مهاجمين موجودين وانا الرابع ايا كان انا بقى ترتيبي كام فيهم، لو انا مش نمره واحد لا هفكر ان انا اخد تجربه بره. خصوصا ان خلي بالك دلوقتي اللعيبه كتير باصه ان منتخب مصر ابتدى يقرب لكاس العالم، فانت لو موجود في نادي ما بتلعبش فيه مش هتبقى موجود اوريدي في المنتخب، فهتبعد عن حلم ان انت ممكن تبقى متواجد في كاس العالم اذا ان شاء الله ربنا وفق المنتخب الوطني ووصل لكاس العالم. فدي ما فيش فرود ثابت في المنتخب بالظبط. لا هو ما فيش فرود اساسا في المنتخب، يعني انت لا ما هي احنا خلينا نتكلم بواقعيه. لما اخر لا انا بتكلم في الاختيار، انا بتكلم في الاختيارات. لما انت كجهاز فني منتخب مصر توظف لعيبه ما هواش مركزه الرئيسي راس حربه وانت بتلعب بمهاجم واحد، يبقى انت عندك مشكله في الحته دي. بس انا خلي بالك بيني وبين يعني بيني وبين مدير فني المنتخب يعني باع طويل في القصه. لا مش قصدي، انا بتكلم زي ما فيش مصر. لا مش قصدي يعني انا بتكلم من وجهه نظر فنيه جداً. يعني انا بتكلم انا النهارده لما اكون بلاعب تونس في تونس واوظف محمود كهربا كمهاجم صريح وانا بلعب بمهاجم واحد، يبقى انا عندي مشكله في الحته بالزبط. دي فانا النهارده كعمرو جمال لو انا باصص للمنتخب هبقى انا باصص على مكان ان انا عايز العب فيه مهما كان انا بلعب فين او بلعب متواجد فين، علشان احنا بالنسبه لنا الموضوع ابتدى يقرب شويه. يعني موضوع كاس العالم ابتدى يقرب شويه بالظبط. احنا فاضل لك حوالي ثلاث مباريات، اذا قدرت تكسب مباراه من الثلاثه وتعادلت حتى في الاثنين التانيين لا هتوصل كاس عالم. فده حلم بيراود كل اللعيبه المصريين ان هم يكونوا موجودين في كاس العالم. حلو. لان احنا شايفين منتخب مصر بيوصل كاس عالم كل كام سنه، ما هوش انت مش كل اربع سنين بتوصل كاس عالم ان انت لو الفرصه ضاعت اللي جايه دي هتعوض. لا انا شايف ان الفكره بالنسبه له هو حاسس ترتيبه رقم كام هو في المهاجمين، وحاسس ان هو مش هيبقى نمره واحد فبالتالي مش هيبقى له فرصه في التواجد في المنتخب. اكيد يعني تحليل برضو منطقي جدا. وهضيف نقطه برضو عليها على كلام عمرو، يعني تاكيدا لكلام عمرو، اتفضل. مستر كوبر مقتنع جدا بعمرو جمال ونفسه ان عمرو يبقى رجليه في الملعب، ويمكن ده يكون سبب رئيسي ان هو خلى عمرو ياخد القرار ده وتن رجليه في الملعب عشان مستر كوبر يعتمد عليه. لان فعلا زي ما كابتن عمرو انور قال مفيش راس حربه صريح في المنتخب بيقدر بعد طبعا مروان محسن لما اتصاب، فمفيش غير عمرو جمال. عمرو جمال طبعا بعد عن الملعب
بيخلي فيه انتقادات لكوبر لما بيضم عمرو جمال. فده سبب رئيسي ان برضو ان يخلى عمرو ياخد القرار دوت. تمام. يعني اتمنى له كل التوفيق. وهي برضو يعني اضيف برضو حاجه يا كابتن، يعني لعيب الكوره بتجيله الفرصه استغلها احسن استغلال. كان ممكن حاجات كتير تتغير، انا برضو مش ضامن انا هروح بيت استعمل فيها ايه، لكن انا هنا يعني هدف اعتقد ان هو كان ممكن يغير حاجات كتير، بس خلاص. خلي بالك هو اللي مصر على انه ياخد التجربه، يعني مش النادي اللي بيدور له على، بالعكس في تفكيره هو كابتن. ما انا بالعكس هو اللي مصر، هو اللي مصر. دي عشان بس تبقى المعلومه واضحه. لا 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 واضحه، مش النادي هو بالعكس ده. هو حتى كابتن حسام لحد وقته لحد وقته قريب ما كانش موافق انه يمشي. ما بقى اتكلمنا ان عمرو اصر واصر بالحاح، وممكن يكون الحته دي ان مثلا حد في المنتخب بيقول له لازم تكون متواجد. اكيد دي حقيقه، ده انا أكيد. اعتقد كده. لكن احرز هدف امبارح حيا بيه الماتش، كان سبب كبير طبعا بعد ربنا طبعا ان هو يجيب كاس مصر النادي الاهلي. كان سيناريو المباراه كابتن عمرو، سالت الكابتن خالد سيناريو المباراه كنت متوقعه كده؟ كنت متوقع تشوف المباراه كده؟ كابتن حسام حسن كان بيلعب بحذر قوي، كابتن حسام بدري كان بيلعب بحذر قوي، كنت متوقع السيناريو ده؟ لا شوف، انا كنت متوقع الضغط العالي بتاع النادي المصري. يعني انا كنت متوقع من البدايه ان لعيبه النادي المصري هتضغط من قدام، وهتضغط على خط الظهر بتاع النادي الاهلي عشان يقدروا يمنعوا التحضير الهجمه من تحت. خلي بالك في نقطه، معظم الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي دلوقتي بقت شايفاها، ان انت لما بتسيب لي الملعب ولما بتسيب لي نص الملعب بتديني فرصه للاستحواذ. والنادي الاهلي لما بيستحوذ على الكوره وبيبني الهجمه صح من تحت، بيبتدي يوصل من الجناب سواء اليمين او الشمال، عنده صناع لعب في نص الملعب يقدروا يوصلوا له الجول في اي وقت. فده بيصعب الامور الدفاعيه على الفريق الخصم. انما لما بتضغط على النادي الاهلي من قدام وبتمنع ان الهجمه يعني تتبني بشكل سليم، بتضطر ان انت تلعب كور طويله كور طويله على طول اسهل للمدافعين. ودي طبعا كابتن حمدي يقدر يفيدنا فيها اكتر من اي حد. ان انت لما بتلعب كور طويله ما بتحطش الكوره على الارض، دي مش طبيعه لعب النادي الاهلي. هو ده اللي حصل في الشوط الاول. يعني الشوط الاول من الفرقتين، من المجمل بتاع الفرقتين، كانت فرص نادره جدا، حتى الاستحواذ على الكوره من الفرقتين مش موجود. اللي كان غريب بالنسبه لي شويه حته التحفظ بتاع النادي الاهلي، ان انت لما بتفقد الكوره ما بتضغطش من قدام، بتلعب نص ملعب. وممكن يكون دي ليها هدف. ان انا يعني ممكن يكون الكابتن حسام كان معتمد على ان عندي وليد سليمان وعندي مؤمن زكريا يقدروا ينقلوا الهجمه بسرعه من نص الملعب بتاع النادي الاهلي لنص الملعب بتاع النادي المصري. فممكن يكون هو فضل مساحات، او كان عايز يحرك لعيبه النادي المصري يجيبها في نص الملعب عشان يخلق مساحات في خط ظهر النادي المصري في حاله قطع الكره، وان انا اقدر اعمل هجمه مرتده. دي ما اتقدتش، دي ما اتعملتش بالشكل المناسب في الشوط الاول. في الشوط الثاني لما الاهلي ابتدى يستحوذ على الكره، ابتدى يوصل للجون وضيع اكتر. يعني النادي الاهلي اذا كان فيه توفيق كان في الشوط الثاني بالذات، في الكره بتاعت اجاي والكره بتاعت مؤمن زكريا، لا كان الماتش هيخلص. انما اللي حصل ان انت ما عندكش توفيق، وصلت للاكسترا تايم، دخل فيه الجون في بدايه الاكسترا تايم. الحاجه اللي انا لازم اشيد بيها امبارح صراحه، يعني الهدوء اللي اتعمل بيه الجهاز الفني واللعيبه داخل الملعب بعد ما دخل فيك الجون. حلو. ده وصلك لان انت بتلعب لاخر عارف لما تكون انت عندك يقين ان انت هتكسب الماتش، يعني هتكسب الماتش. حلو. حتى وانا خسران. ده كان باين جدا على الجهاز الفني وعلى اللعيبه داخل الملعب. مفيش تسرع، مفيش كور طويله، مفيش هجمات عشوائيه، مفيش. انت بتلعب كانك متعادل او كانك كسبان، مفيش مشكله. وهو ده اللي ساعد في الوقت الاخير او في الوقت الحرج ان انت تقدر تجيب جولين بالشكل اللي انت جبته ده. لان انا يعني انا اعتقادي ان النادي الاهلي لما جاب الجون التعادل في اخر 3 دقائق في الاكسترا تايم، فرقه المصري ايقنت انها هتخسر ماتش، هتخسر حتى لو وصل لضربات جزاء. كان باين في وش الكابتن حسام حسن. انا بكلمك بمنتهى الصراحه بالظبط. كان باين في وشهم اول ما التعادل جه، كان باين في وشهم ان الثلاث دقائق اللي باقيين دول هيبقوا 30 دقيقه، يعني بالنسبه لهم هتعدي بالنسبه لهم بصعوبه جدا. لكن السؤال اللي كابتن عمرو اتكلم فيها كابتن حمدي، السؤال ليه بنتاخر في تسجيل الاهداف؟ ليه بنضيع فرص كتير؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه على طول في كل استديوهاتنا. يعني ليه دايما بنحط نفسنا ان احنا يعني خلاص قدامنا وقت بدل ضايع لازم نكسب فيه؟ لا هي دي يعني دي ملهاش علاقه في كناحيه تدريبيه او حاله بدنيه للعيبه، هي بتبقى ظروف مباراه. يعني
خاصة مباراة امبارح الجيم من بدايته مقفول في تحفظ. يعني أنا أول مرة أشوف نادي المصري أو فكره حسام حسن، حسام حسن طول عمره بيلعب لعب مفتوح ولعب جمالي وبتاع. امبارح كان بيلعب يمكن هو دوت اللي أثر على اللعيبة في الـ في الـ في الوقت الإضافي في الناحية البدنية الأول في الناحية البدنية. لعب مان تو مان رجل لرجل في 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 على مفاتيح النادي الأهلي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أجايه. يمكن تلاحظ الشوط الاولاني ان اكتر واحد كان بينزل السلم عشان بيعمل بالزبط. بينزل مسافه بعيده والسلم كان أجايه. بس نجح في كده يا كابتن حمد حسام؟ نجح طبعا، نجح كويس وبدليل انك انت ما حسستش بعبد الله السعيد خالص الا من زوله نص الملعب بدل حسام عاشور. حسيت بيه بس هو ممكن تعليق بسيط بس على كلام طبعا اللي حضرتك قلته، الكلام مظبوط مليون في المية، ولكن انا الكلام ده يبقى منطقي ويبقى كويس جدا لو انا بلعب مباراه دوري 90 دقيقه. لو انا النهارده بلعب مباراه ممكن تمتد ل 120 دقيقه، ما ينفعش ان انا اخلي اللعيبه بتاعتي تبذل المجهود اللي بذلوه في ال 90 دقيقه. ما هو ده أنا دي النقطه يا كابتن عمرو، ده نفس دي النقطه يعني اللي انا يعني نفس يعني الطريقه كانت من مدربين من الاثنين مدربين فنيين، يعني الاثنين مدربين كان نفس الشكل تقريبا. بس انا اتفضل، بس انا هقول لك على حاجه. النادي الاهلي عنده من الخبرات ومن امكانيات اللعيبه اللي تقدر تخلص لك المباراه في اي وقت، ده اللي تمام فرق. انما انا كنادي مصري انا ما عنديش الحته دي، ده اللي فرق يعني، فاهم قصدي؟ فحته ان انا اقدر اضغط من في كل حته في الملعب على مفاتيح اللعب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، ثق تماما وتاكد ان انت وده اللي حصل. ان انت ال 30 دقيقه بتوع، انا عايز اقول لك على حاجه، النادي المصري لو ما كانش جاب الجون في اول 3 دقايق لا كان النادي الاهلي هيكسب اكتر من كده. بالظبط. انا بالزبط. معلش انا اسف طبعا للمقاطعه، بس هي نقطه طبعا، هي طريقه لعب مناسبه ولاعيبه صغيره وبتجري كتير وبتادي بشكل كويس جدا، ولكن كل يعني كل زمن في الملعب ليه طريقه لعب وليه اداء، ومفيش لعيب هيقدر يضغط 120 دقيقه يعني. لا طبعا صعب. هو ما ضغطش 120 دقيقه وما ضغطش من قدامي، هو كان بيضغط في الاجزاء الدفاعيه يعني الثلث الدفاعي. لا 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 بص هات المباراه يعني مثلا لقطه زي كده هتلاقي ده خلي بالك ده الشوط الثاني. لا انا بكلمك على من بدايه المباراه. كنت هتلاقي المهاجم الصريح اللي هو اللي موجود ده واقف ما بين السرد باكين نجيب وربيعه، والاطراف كل واحد بيضغط على ظهير خط النص، كل واحد بيلعب مان تو مان في ظهر واحد. ما فيش حد اتفرج على حسام عاشور. حسام عاشور كان في اوقات بينزل يستلم من الاثنين السرد باكين، بتلاقي واحد في ظهره وهو واقف مش شايف، بيضطر يرجع الكره لواحد من لانه خايف يلف مش عارف شايف من اللي ورا. هو ده اللي انا بقوله. هو في المقابل كمان كابتن حسام البدري قابل لعب النادي المصري المفتوح اللي هو كان متوقعه، كان متوقع، ما كانش متوقع كده انه يلعب مان تو مان. قابل لعب النادي المصري طول عمر النادي الاهلي بيضغط متقدم. امبارح كان بيجي نص الملعب عند الدايره، الفرقه كلها بتنزل وتضغط. ليه؟ قلل المساحات على عبد الله الشامي، عبد الله جمعه والشامي، لان هم دول مفاتيح حسام حسن في اللعب، بيخلق مساحات 40 يارده. ممكن يكون برده كابتن حمدي زي كابتن عمرو قال عايز يفضي مساحات في ظهر لعيبه النادي المصري، بحيث ان هو لما يقطع الكره يعمل ارتدادات سريعه من الحاله الدفاعيه الحاله الهجوميه، يبدا يخترق بيه دفاعات. انت عندك اثنين سرعات، عندك جناحين سرعات، وليد سليمان بالظبط. يعني خلي بالك انا امبارح مثلا برضو من عبد الله والشامي، الناس كمان طبعا، الناس كمان كلها كانت متوقعه ان اللي هيبدا بنفس التشكيل بتاع ماتش سموحه، وانه كان هيحط حمودي مكان مؤمن زكريا. حته انك تبدا بمؤمن زكريا في بطريقه اللعبه اللي انت لعبت معاها دي، لا انت عايز تفضيله، لان مؤمن في المساحات هينتج. يعني انت مؤمن ابتدى يفوق في الشوط الثاني امتى؟ بعد 10 دقايق ولا ربع ساعه من الشوط الثاني، لما يعني الضغط ابتدى يقل، لما المساحات ابتدت تبان، لما المان تو مان فك بالظبط ابتدى. انما انت النهارده لو حمودي انت عايز تديله الكره في رجله، عايزه يبتدي يتحرك، عايزه يصنع لعب، عايز يبدا هجمه، مش بتاع سرعات مش يعني بتاع مساحات. مش بتاع مساحات، ده الفرق. انا عشان كده بقول ممكن الفرق بينهم ان انا بالظبط ان انا بفضي نص الملعب بتاع الفرقه الثانيه علشان اوجد مساحات للسرعات اللي موجوده عنده. وممكن برضو تكون الحاله البدنيه مرجحه كفه مؤمن، لان حمودي برضو مش هيعمل حاله دفاعيه زي انا يعني بص، المدرب والمدير الفني هو اقرب واحد للعيبه، وهو اكتر واحد عارف امكانياتهم، وهو عارف، وهو اكيد هو دارس الفرقه اللي قدامه، عارف الفرقه اللي قدامه هتعمل ايه، وعارف هو يعني. انا عشان كده بقول لك حتى الناس كانت امبارح كلها
مستغربه التغييرات متاخره لا هو واضح ان الماتش كان هيوصل لاكسترا تايم. واضح جدا كان بالقفله بتاعت الملعب والفرص اللي بتضيع على مدار ال 90 دقيقه. ما هياش فرص كتير بس لا فيها فرص كانت يعني قادره انها تنهي المباراه. فرصه مؤمن في الدقيقه 18 من الشوط الاولاني تمام. يعني يمكن الـ 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 الغلطه الوحيده او ما كانش ضغط هي ارتداد ضعيف كوره قطعها علي معلول في الثلث بالظبط لعبد الله السعيد لمؤمن. دي اول فرصه تعتبر دي في الشوط الاولاني فقط لا غير بالظبط. يعني كمان برضو النادي المصري زي ما اتكلمت كابتن عمرو وكابتن حمدي اتكلم النادي المصري برضو اجهد قوي قوي 30 دقيقه فعلا الاخرى كانوا اللعيبه مش قادرين شدوا كرامبات بالاضافه كمان لاصابه احمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور عامل مؤثر جدا طبعاً جدا في دفاعات النادي المصري. لكن يعني برضو كابتن حسام لازم ندي له حقه. كابتن حسام حسن طبعا لازم ياخد حقه. كابتن حسام عامل فرقه واقفه على رجليها فرقه محترمه وافضل ما فيها ان بعد المباراه واثناء المباراه الروح اللي كانت موجوده بين اللعيبه وبعضها عملوا مجهود بذلوا مجهود جامد لدرجه ان الشامي جاله شد في الخلفيه وما طلعش بالظبط وكمل طبعا نظر المجهود الكبير اللي عمله سواء الدفاعي او الهجومي طبعا احترام كبير للكابتن حسام حسن وجهازه على المباراه اللي ادوها امبارح وهارد لك ليهم يعني. يعني كابتن عمرو برضو عشان يعني نقفل موضوع النادي المصري محمد الشامي وعبد الله جمعه اثنين معارين من نادي انبي الناس ما كانتش يعني مهتميه قوي لا النهارده راحوا الزمالك دلوقتي يعني انديه كبيره بتتنافس عليهم ما اعرفش اذا كانوا راحوا فعلا ولا لا. النهارده اللي انا قريته الصبح ان هم راحوا الزمالك لاي نادي يعني اثنين لعيبه فعلا مكسب كبير لاي نادي. لا لا يعني طبعا دي حاجه ودي حاجه خلي بالك برضو تحسب لحسام حسن بالظبط ما ده اللي بتكلم يعني انا النهارده لما انا اكون انا في نادي انبي وعندي اثنين لعيبه بالشكل ده والاثنين دول يمشوا من عندي ويبقوا هم نجوم الفريق اللي هم يبقى دي حاجه تتحسب للمدرب ان هو اعتمد عليهم اداهم ثقه في نفسهم خلاهم هم العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليهم الفريق بشكل كبير جدا سواء هجوميا او دفاعيا فدي حاجه طبعا تتحسب ليهم. اللي انا عايز اقوله ان النهارده بقى يعني بقى في جراه وشجاعه في ان انت تلاعب اللعيبه الصغيره لان اللعيبه بقت عايزه تثبت وجودها وعايزه يبقى لها مكان سواء في نادي او عايز ينتقل لنادي احسن عايز يعلي قيمته التسويقيه او قيمته الماديه عايز يوصل لمنتخب مصر فدي بقت حاجه كويسه عنده دوافع كتير بالظبط حاجه كويسه يعني تبشرك ان انت عندك بقى اجيال طالعه ما يحصلش اللي حصل مع المنتخب من حوالي 5 6 سنين لما الجيل اللي هو اخذ ثلاث بطولات امم متتاليه لما الجيل ده كله بطل في وقت واحد بالزبط. كان عندك مشكله انك تعمل جيل تاني وقعدت بعيد مش عن كاس العالم بعيد عن امم افريقيا اللي انت خدتها 3 مرات متتاليه بقيت بعيد عنها 3 مرات متتاليه يعني عيب مدرب عيب مدرب يعني عيب مدرب يعني عيب مدرب ان هو ما بيكتشفش مواهب لا لا مش الفكره لا لا هو لا لا ما اقدرش اقول عيب مدرب بس انت هي افكار هي شجاعه في مدرب بيحب يعتمد على اللعيبه الكبار على اللعيبه الخبرات ما عنده الموقف خلي بالك الموقف بتاع انبي في السنتين اللي فاتوا ما كانش يسمح ان انت تلعب اثنين مش اثنين ما ينفعش ان انت تلعب لعيبه صغيرين كتير لان انبي جاله وقت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان لا ده كان بيصارع من اجل البقاء انا بقول لك بيعاني يعني انت ودي حاجه ودي حاجه ما دي حاجه صعبه ما مش طب مش مين اللي بيتحكم في الموضوع ده في ايه بالظبط ان انا بقى عندي نسبه وتناسب ان انا اختار لعيبه صغيره أنا كبيره اختار لعيبه خبرات مع لعيبه لا صغيره لا انا معاك بس برضو في اوقات الوضع اللي فيه فريقك بيجبرك انك تعتمد على ناس معينه يعني انت النهارده لو 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 انت في نص الجدول لا انت بتلعب على هبوط ولا انت بتلعب على بطوله هيبقى عندك الجرأه ان انت تعمل اي حاجه بالزبط. عندك جرأه تعمل اي حاجه بالزبط. لو انت بتنافس على بطوله مش هيبقى عندك الجرأه دي لو انت بتنافس على البقاء مش هيبقى عندك الجرأه دي بالظبط فهي لا ما تقدر لا طبعا يعني الكابتن طارق العشري لا من المدربين المميزين مدربين كويسين ولكن في اوقات ظروف بتجبرك ان انت تتعامل مع مواقف بشكل مختلف غير اي حد بره المنظومه بتاعتك بيفكر انت المسؤول انت اللي هتتحاسب انت اللي شايف اللي حواليك مين اللي يقدر يتعامل في الموقف الصعب اللي انت موجود فيه اكيد لا انا مش بسمي مدرب خالص انا لا يعني انا بقى اصل أنا هو الموقف كان حاصل كده انا 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 بتكلم عادي مش ما خلي بالك بص الكوره فيها وجهات نظر كتير اكيد وكلها
لو الناس بتتكلم صح وبتفكر صح كلها صح ما هياش غلط، ولكن هي في الاخر في حاجة اسمها توفيق وفي حاجة اسمها عدم توفيق. لا، وفي مدرب فاشل ومدرب ناجح. أنا بتكلمش في النقطة دي. فاشلة جدا وفي مدرب سياسة ناجح. أنا دلوقتي بتكلمش في النقطة دي. زي مثلا النهاردة أنت مدرب بتدير مباراة وبتعمل تغيير، التغيير ده بينزل بيكسبك المباراة. توفيق، في توفيق. في توفيق. ما أنت يعني دي حاجة. في الأول طبعا عمل لأن شغل. أنت بالظبط، انت الطبيعي مثلا ميدو هو انت شايف ان هو كويس بالزبط. ممكن ينزل يبقى مش كويس، لكن انت اخترت الصح. لان انا لو مش شايفه كويس مش هنزله. بالظبط يعني، فاهم قصدي؟ والطبيعي ان انت لما بتعمل تغيير بتعمل تغيير عشان تحسن الحاله بتاعه الفريق بتاعك. بالظبط، يعني كابتن حسام سواء دفاعيه او هجوميه. عمرو جمال كان ممكن يبقى وحش. بالظبط، يعني كان هيبقى الموقف ايه؟ هينتقد انت عمرو ماشي ازاي تلعبه، وعمرو مش عارف ايه اللي تلعبه. بالظبط، فهو خلي بالك اللي بياخد القرار والماتش شغال وهو محطوط تحت ضغط الماتش وهو اللي هيتحاسب، غير واحنا قاعدين بنتكلم كده وبنقول ايه ده المفروض يلعب فلان، ده المفروض ينزل ليه. لان انا وانا بقول كده الفكره دي لو نجحت وانا قاعد بتكلم هبقى انا عبقري، لو ما نجحتش محدش هيحاسبني. بالظبط بالظبط، فان شاء الله حتى يلعب يعني المسؤولين عن الحته دي لا طالما هينجح بيهم لا ينجح. بالظبط، يعني الحته دي لا فيها كلام بس كتير ولا غلط. اتفضل. كلمه صغيره على كلام الكابتن عمرو، يعني انت طبعا فاكر مستر فايتسا طبعا مدرب عالمي طبعا، كان بيقول كلمة دايما المدرب اللي ما عندوش الجراءة والجرأة ويجمد قلبه في فكرة معينة أو لعيب معين ما ينفعش يشتغل. ما هو ده اللي بنتكلم فيه كابتن عمرو، أو بنتكلم ده محور حديثنا، إن أنت اللي مسؤول. العب باللي أنت عايزه، اختار زي ما أنت عايز، ما تسمعش كلام حد خالص. لازم أنت يكون عندك جراءة. بالظبط، الجراءة دي أهم شيء. اللي بالزبط. بيقول لك القلب الميت ما ينفعش يرضي ناس كتير. لا، ما هو ده الفرق يا كابتن، معلش، ما هو ده الفرق بين واحد سوبر وواحد عادي. ما هو في ناس عاديه بتلعب لعب نمطي، بتشتغل بتشكيل واحد. حتى التغييرات امبارح، احنا انت النهارده بتتكلم. طب انا هقول لك على حاجه، اسف ان انا بقطعك كابتن عمرو، بس انا عايزك تعلق لي على اللقطه دي، لقطه حسام غالي واللعيبه اللي احتفلوا بيه. ما هو ده بقى النادي الاهلي، احتفاليه يعني ما هو ده النادي الاهلي. ده بقى الحب. ما هو خلي بالك، بص، في حاجات بره الملعب بتوصلك للي انت بتشوفه في الملعب. ما هو الناس لازم تعرف ان الكوره ما هياش تدريب بس، ما هياش مباريات بس، ما هياش اصرار على لا، في حاجه اسمها حب، وفي حاجه اسمها ترابط، في حاجه اسمها الناس اللعيبه قريبه من بعض، اللعيبه بتشيل بعض. انا فاكر، والكابتن حمدي اكيد كده فاكر، انت لما يعني لما بتلعب في الملعب وزميلك اللي جنبك بيعمل هفوه او بيعمل غلطه، انت بتموت نفسك عشان تشيل زميلك وتصحح خطا زميلك. لو واحد من الخصم دخل في زميلك جامد، انت بتخش فيه جامد علشان زميلك. لا، الحته دي بتبقى موجوده ويمكن يعني مش عايز اقول، انا ما جربتش الحاجات دي في انديه تانية، ولكن انا الفتره اللي انا عشتها في النادي الاهلي واللي انا شفته في النادي الاهلي، لا مش انا متاكد. واللي بيحصل مع النادي الاهلي بكم البطولات وكم المكسب اللي انت بتكسبه في الظروف الصعبه وفي الاوقات الحرجه، لا ده مش كوره بس يا جماعه، الناس لازم تفهم ان ده مش كوره بس. طبعا، وفي ترابط وفي حب وفي لا في حاجات كتير بتبين الشكل الاخر ده اللي في الملعب. اكيد بس. اكيد. انا قطعتك لو لا 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 ابدا، انا لا 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 كده. يعني كابتن حمدي، البطوله دي كانت مهمه قوي وفي وقتها قوي عشان تواصل مشوارك الافريقي ومشوار السوبر، ويعني دافع كبير قوي بطوله كاس مصر اللي غابت عن الاهلي فتره طويله. طبعا هي بطوله مهمه جدا جدا. اولا تعتبر نهاية موسم، موسم شاق، بيتوج مجهودك طول السنة وبيضم بطولة تانية إلى جانب بطولة الدوري، خاصة أن مفيش وقت راحة سلبية للعيبة بين موسم وموسم. احنا داخلين على بطولة إفريقيا وبعدين السوبر المحلي، يعني داخلين معترك كبير جدا. طبعا حصولنا على كأس مصر، اللعيبة هيبقى الدافع متواصل ليهم لمباراة الترجي اللي جاية، طبعا مباراة مهمة جدا. بطولة افريقيا برضو احنا شايفين ان احنا بقينا نعاني فيها شوية، مبقتش سهلة زي الاول. مفيش حاجة بقت سهلة. فاعتقد ان طبعا حصولنا على كاس مصر في التوقيت دوت القريب لبطولة افريقيا لمباراة الترجي مهمة جدا جدا، وهتبقى ان شاء الله تكون وسيله من الوسائل ان احنا نتخطى الترجي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني برضه كابتن عمرو نفس السياق،
يعني برضو بطولة كنت محتاجها أولا، كانت غايبة عن الجماهير ثانيا، جبتها بفرحة يعني كبيرة قوي في آخر ثواني، كانت راحة منك خلاص، جبتها تعادلت وجبت في كمان جول، كمان بعد الجول بهدفين بدقيقتين آسف. محتاج قوي الروح دي علشان تكمل بيها في أفريقيا. أكيد أكيد، هو كابتن حمدي يعني لخص الموضوع، تلاحم المواسم، ما عندكش فترة طويلة، داخل على مباراة مهمة جدا مع فريق كبير. دايما انا بقول المكسب بيجيب مكسب، وهو ده اللي حصل النهارده. انت واحنا رايحين نلعب الترجي، او الترجي جاي يلعبنا النهارده، فرق كبير لما يبقى عارف ان النادي الاهلي واخد دوري وكاس، وفرق كبير لما يبقى عارف ان النادي الاهلي لسه خسران بطوله. بالظبط بالظبط، يعني فاهم قصدي؟ فدي انا شايف انها تفرق مع اللعيبه، مع الجهاز. الثقه بتاعت المكسب والثقافه بتاعت المكسب بتزيد وبتعلى مع 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 كتر المكسب. اعتقد ان ده ان شاء الله يعني الفتره القليله اللي جايه لا هيفرق كتير جدا مع حتى اللعيبه. الفتره اللي فاتت دي او الموسم اللي فات ده موسم انا بتكلم في موسم مجهد جدا، موسم قاسي على اللعيبه، وانت بتبدا مع فتره الاجازه اللي هي الصغيره، فرق كبير جدا لما تبدا وانت مجهد وانت كسبان. أيوة. وفرق كبير جدا لما لما تبدا وانت مجهد وانت خسران. اكيد الروح الحاله النفسيه والحاله المعنويه بتفرق معاك جامد جدا. اكيد بتنسي. فدي نقطه مهمه جدا. حلو. تتحط في الحسبان ان البطوله دي تقدر يعني هتحطك فيها كويس جدا يعني. اكيد المكسب بتاع الماتش اللي فات ده او البطوله. البطوله محتاجه تركيز قوي، البطوله الافريقيه مختلفه تماما، هتلاعب خصم عنيد جدا جدا. اكيد، بس برضه ما احنا يعني في مصلحه الكابتن حسام هي تحيره في الاختيارات، لكن حاجه كويسه. بالظبط بالظبط، يعني احنا دايما بنقول ان انت لما يبقى عندك كثافه عدديه من اللعيبه الجاهزه بتوصلك لنفس المشكله، ان انت ما عندكش لعيب. هنا بتبقى محتار مش عارف تلعب مين، وهنا محتار مش عارف تلعب مين وتقعد مين. بالظبط. فلا ان شاء الله باذن الله كابتن حسام يعني ما شاء الله الموسم اللي فات ده عامل موسم على اعلى مستوى، عنده من القدره ومن الكفاءه انه يعرف يوظف اللعيبه بشكل كويس، ويعرف امتى يحط اللعيب المناسب في المباراه المناسبه في المكان المناسب. انا شايف ان دي حاجه تفرق مع النادي في الفتره دي ومع اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. ان شاء الله كابتن عمرو، يعني الوقت للاسف خلص، وانت نورتني وشرفتني، ربنا يخليك، في منتهى الاهميه. ربنا يبارك فيك، وانا سعيد ان انا كنت معاك النهارده ومع كابتن حمدي، لان انا فعلا يعني شوف احنا جيران من زمان وبقالي كتير جدا ما شفتوش، فانا والله مبسوط جدا ان انا قابلتكم النهارده. يعني نورت الدنيا كابتن حمدي، نورت الدنيا، ودايما بسعد بيك. اولا ده نورك انت دايما اللي منور الشاشه. ربنا يخليك. ويمكن النهارده يوم مميز، وجود الكابتن عمرو انور موجود معايا، طبعا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده. شكرا جدا. يعني دي كانت اول فقره التقينا فيها بالنجمان الكبيران الكابتن حمدي ابو راضي والكابتن عمرو انور. هنطلع فاصل عشان نستقبل الناقد الرياضي الكبير الكابتن ابو المعاطي زكي، والاستاذ ابو المعاطي زكي. فاصل، استنونا.